اهلا وسهلا بكم اعزائي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. للناس اللي كيقلبوا على الاستثمار يخليو فيه فلوس ويدخل لهم يعني مدخول شهري عبارة عن كراء، عندنا عمارة للبيع. هذه العمارة يمكن لك تخليها تكون استثمار بالنسبة لك. إذن العمارة فيها ثلاث طوابق، فيها سبعة ديال بارتمات وغاراج، جات شوكة في حي الشرف، فيها الأرض ديالها 160 متر مربع. إيموبل أفونت سات أبارتومون إي أن غاراج. هاد العقار استثمار اللي يمكن له يدخلك 20,000 درهم في الشهر. يعني 20,000 درهم في الشهر او اكثر، او لا تبيعها بارتما بارتما. صاحب هذه العمارة تطلب 400 مليون، قابلة للنقاش. لمزيد من المعلومات باش تدرسوا المشروع على احسن وجه، اتصلوا بالسيد عبد الله في 06 71 08 38 45، أو عبر الواتساب 06 02 71 96 86. استودعكم الله وإلى اللقاء.